مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. جولة حوار جديدة بين تيار المستقبل وحزب الله هذا المساء برعاية الرئيس نبيه بري، واكبها حزب الكتائب بالدعوة إلى استعجال الحوارات لانتخاب رئيس جمهورية. وأعرب وزير الإعلام رمزي شريج عن اعتقاده بأن جميع الأطراف تواق إلى تسريع الانتخاب الرئاسي. وهذا المساء انتهت الأيام الثلاثة من التعازي بالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في مسجد محمد الأمين في بيروت، وبرز بين المعازين وفد من حزب الله، فيما استمرت قراءات السياسيين لزيارة وزير الخارجية الإيراني للرياض التي تدفق إليها العديد من زعماء العالم، والتي ينتظر أن يصل إليها غدا الرئيس الأمريكي. وفيما قدم العماد ميشيل عون والوزير جبران باسيل في الرياض التعازي، توقف سياسيون عند المشاورات التي جرت بين القيادات اللبنانية الرسمية، منها كالرئيسين بري وسلام والوطنية، التي زارت العاصمة السعودية للتعزية بدعوة من الرئيس سعد الحريري. وقد لمست القيادات اللبنانية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أن السياسة السعودية الداعمة للبنان ستتواصل بقوة. واسترعى انتباه السياسيين اللقاء القصير الذي جمع الرئيس الحريري بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في قصر اليمامة، حيث التعازي بالملك عبد الله. وفي شأن آخر، قصف الجيش اللبناني مجموعات للمسلحين في جرود وادي رافق ورأس بعلبك، في وقت شن الطيران الحربي السوري غارات على مواقع للمسلحين السوريين في السلسلة الشرقية لجبال لبنان. إلى ذلك دعا تنظيم الدولة الإسلامية إلى هجمات جديدة في الغرب بعد اعتداءات فرنسا. وزير الإعلام رمزي جريج أكد أن الحكومة تبذل أقصى الجهد لتحرير العسكريين المخطوفين، وتتفاوض حتى على مقايضة تحرير هؤلاء بإطلاق موقفين في لبنان. أكد وزير الإعلام رمز جريج أن سياسة المملكة العربية السعودية تجاه لبنان ثابتة على رغم تغير الملوك والأمراء، وشدد في حديث إلى تلفزيون لبنان على وجوب دعم الجيش اللبناني الذي حقق انتصارا في رأس بعلبك، داعيا إلى البقاء متيقظين حيال المخاطر الداهمة، مطالبا وسائل الإعلام بألا تكون بوقا للتنظيمات الإرهابية. يجب أن نبقى يقظين وأن لا ننجر إلى إفساح المجال لهم لكي يمارسوا حربا إعلامية على لبنان. لازم نكون نقظين ونتوخى المصلحة العامة قبل السبق الإعلامي. في ملف العسكريين أكد الوزير جريج أن الملف يعالج بتكتم شديد، متحدثا عن تقدم بطيء لأن الجهة الخاطفة ليست دولة بل منظمة إرهابية. وزير الإعلام أشاد بالحوارات الحاصلة في البلاد بمعزل عن النتائج التي ستحققها. مجرد حصول الحوار هو شيء جيد. هلأ في مسائل خلافية أساسية يمكن ما يتناول الحوار، يعني تورط حزب الله في سوريا، مسألة السلاح عند حزب الله، كل هيدي موضع خلاف. إنما تجاوزنا هالخلافات عند تأليف الحكومة، وصار في مثل ما قال الرئيس سعد الحريري ربط نزاع حول هذا الموضوع، والحكومة مشينا الأمور بقدر الإمكان. هلأ هالحوار يعني بعتقد رح يوضع جانبا بمرحلة أولى النقاط الخلافية مشان يتحسن، مع أن الحوار لازم يكون على النقاط الخلافية، يعني متفقين فيها ماشي فيها. إذا بتروحي رأسا عن النقاط الخلافية بيفشل الحوار من أول الأولى. صحيح. الوزير جريج وصف حادثة القنيطرة بالاعتداء الآثم على دولة عربية، لافتا إلى أن مجلس الوزراء الذي دان هذه الجريمة أكد تمسكه بالقرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701، وهو موقف يسجل لمجلس الوزراء لما فيه من تناقضات. وزير الإعلام انتقد التأخير في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، داعيا المعارقلين إلى حضور الجلسات وإفساح المجال أمام انتخاب رئيس لجميع اللبنانيين، وبذلك يكون رئيسا قويا. الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي عبد الله أكد لتلفزيون لبنان من لاهاي أن المحكمة لا يمكن أن تنظر في جرائم الدول غير المنضمة إلى نظام روما، في إشارة إلى الشأن السوري. نايلة شهوان. أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي يجب أن لا تمر من دون عقاب، وجميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو باستعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دول أو على نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. وعلى هذا الأساس وتصميما على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية، أنشئت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي يقتصر اختصاصها على جرائم الإبادة الجماعية، جرائم
ضد الإنسانية، جرائم حرب وجرائم العدوان. المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بقرار من مجلس الأمن الذي له الحق وحده بإنشاء هذا النوع من المحاكم، كما أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله في حديث لتلفزيون لبنان من لاهاي، وأكد أنه ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ النظام الأساسي، وبالتالي المحكمة تنظر في الجرائم بعد تاريخ انضمام الدولة إليها. الدول المنضمة إلى نظام اليوم الأساسي حالياً 123 دولة، هذه الدول هي دول تلتزم قانونياً بعدد من الواجبات، من بينها المساهمة في موازنة المحكمة، من بين التصويت على القضاة والتعاون مع المحكمة في تنفيذ أوامر القبض إلى آخره. بعد انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، هل ستؤثر الضغوط السياسية على سير المحاكمات؟ عندما يبدأ المسار القضائي يتوقف أي أمر سياسي. المسار القضائي هو مستقل، يخضع أولا لتحليل المدعي العام، ومن ثم لرقابة قضاة الدائرة التمهيدية، فقضاة الدائرة الابتدائية، فقضاة الاستئناف، وكل دول عندهم ضمانات ستاتوتي، عندهم ضمانات من ناحية النظام تضمن استقلاليتهم وحيادتهم في النظر في القضايا المعروضة. فلسطين أعلنت قبول اختصاص المحكمة بأثر رجعي، إنما يبدأ من 13 حزيران 2014، بالتالي هذا هو الحد الذي الحكومة الفلسطينية قررت أن تمنحه للمحكمة الجنائية الدولية. وأيضا فلسطين انضمت إلى نظام روما، وحيسري هذا النظام عليها، يدخل حيز النفاذ في 1 نيسان. وأكد العبدالله أن المحكمة لا يمكن أن تنظر في جرائم الدول غير المنضمة إلى نظام روما مثل سوريا ولبنان، وفي الشأن السوري ليس هناك من مجال للمحكمة أن تتدخل بسبب غياب التوافق في مجلس الأمن، وشدد على أنه إذا انضم لبنان إلى المحكمة الجنائية الدولية فإن عمل المحكمة الخاصة بلبنان يبقى ساريا. المحكمة الجنائية الدولية مستقلة عن منظمة الأمم المتحدة، وليس لها علاقة بالمحكمة الخاصة بلبنان، لها اختصاص محدد له علاقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. استهدفت مدفعيات الجيش اللبناني تجمعات المسلحين في منطقة وادي رافع في القاع بالتزامن مع غارات جوية للطيران السوري في المنطقة. وأشارت بعض المعلومات عن تصدي الجيش اللبناني لمحاولة تسلل تقوم بها جبهة النصرة في هذه الأثناء انطلاقا من وادي رافق. في مسجد محمد الأمين استمر توافد المعزين بوفاة الملك سعودي عبد الله بن عبد العزيز، أبرزهم اليوم وفد من حزب الله. وصل السفير السعودي علي عواض العسيري تقبل التعازي بوفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز لليوم الثالث والأخير في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت. شخصيات سياسية ودينية ودبلوماسية وعسكرية ووفود شعبية قدمت التعازي بالملك الراحل، ومن أبرز المعزين وفد من حزب الله ضم النائبين نوار الساحلي وعلي المقداد، كما حضر معزيا الرئيس أمين الجميل، ووفد من تكتل التغيير والإصلاح ضم النواب إبراهيم كنعان وغسان مخيبر وناجي غريوس والنائب السابق سليم عون، ووفد من حزب القوات اللبنانية ضم النواب جورج عدوان وأنطوان زهرة وشان جانجانيان وفادي كرم والقيادي إيدي أبي اللمع، ووفد من دار الفتوى برئاسة المفتي عبد اللطيف دريان، ووفد من أهالي العسكريين المخطوفين. ومن المعزين أيضا نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير التربية الياس بوصعب، ووزير الخارجية جبران باسيل، ووزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، ووزير الاتصالات بطرس حرب، ووزير الاقتصاد ألا حكيم، والنائبة بهية الحريري، وعدد كبير من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، بينهم سمير الجسر وهادي حبيش وإلي ماروني وزياد القادري ونبيل دفراج وسليم جريصاتي وروبير فاضل وسيرج تور ساركيسيان وإليس كاف ومصباح الأحدب وفريد هيكل الخازن وأسامة سعد وأيوب حميد. كذلك حضر معزيا مدير عام وزارة الإعلام حسان فلحة ونقيب الصحافة السابق محمد بعلبكي. رئيس تكتل الإصلاح والتغيير العماد ميشيل عون زار اليوم الرياض، يرافقه الوزير جبران باسيل، حيث قدم واجب العزاء بالملك عبد الله بن عبد العزيز. كذلك زار معزيا رئيس الانتربول الوزير السابق لياس المر.
لحظات مع الإعلان ثم نتابع هذه النشرة. موسيقى سي. اول ما بوصل بيت كل امه لي بداري مالك غيري يا راجل القصه سيوريتا بتلاقيني ولما تعوضي جيبسي عالسفره القعده معي احلى امور ميلو ونشانسيوس جيبسي بملل البيت. Used to live home for is now home at Newton. Upgrade your lifestyle. عندما يخرج الكلام من خوابيه يظهر أجمل ما فيه. خواب الكلام برنامج أدبي فني ثقافي شامل يفتح صفحات مشرقة من حياتنا المعاصرة. خواب الكلام تعريف وتوثيق وشهادات من المتذوقين والعارفين بالفنانين والمبدعين. المفكر المثقف المتعدد المواهب في شخصية صلبة واحدة. ساحة البرج ساحة الشهداء يعني كان القلب اللي بدخلها كل لبنان. هو رئيس الجامعة اللبنانية معالي الدكتور عدنان السيد حسين. خواب الكلام تقديم عبير شرارة كل اثنين الساعة 10 مساء. ونواصل نشاطنا من تلفزيون لبنان. يواصل المتحاورون من حزب الله وتيار المستقبل جلستهم الرابعة هذا المساء في عين التينة، والرئيس نبيه بري لم يستبعد البحث خلال الجلسة في الأوضاع الأمنية والاستمرار في التركيز على تبديد التشنج والاحتقان المذهبي. من جهة ثانية، عرض اليوم الرئيس بري التطورات مع وفد نيابي من لاتفيا، والتقى السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين. التطورات السياسية في لبنان والمنطقة عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد برلماني من جمهورية لاتفيا برئاسة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع مجلس النواب اللبناني النائب المتحدر من أصل لبناني حسام أبو مرعي، الذي أشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم لبنان واستقراره لمناسبة ترأس لاتفيا الاتحاد الأوروبي. وتم التطرق إلى موضوع انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل العمل الديمقراطي وتعزيز التعاون بين البرلمانين. العمل البطولي اللي عم يقول فيه الجيش اللبناني والقوى الأمنية ضد الإرهاب، ولأنه رئاسة الاتحاد الأوروبي وجمهورية لاتفيا أهم يعني الأفضلية بالسياسة الخارجية هي مكافحة الإرهاب ودعم الحكومة اللبنانية سياسيا ومعنويا، وحتى يمكن الاتحاد الأوروبي يكون عم يقدم للجيش اللبناني والقوى الأمنية مساعدات لحتى هالإرهاب ينقض عليه، لأنه الإرهاب بس ما بيهدد بس أمن لبنان وأمن الدول العربية والمنطقة، أنه بيهدد أمن أوروبا كمان. الرئيس بري عرض التطورات الداخلية والإقليمية مع السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين، والتقى سفير الباراغواي حسن ضياء، وتم عرض التطورات في البلاد. في السراي الحكومية، الرئيس سلام تبع مع زواره شؤونا مطلبية. أكد رئيس الحكومة تمام سلام على ضرورة استكمال التوازن ما بين الحوار السياسي والحوار الاقتصادي والاجتماعي. موقف الرئيس سلام جاء خلال لقائه وفد الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن، الذي دعا إلى وضع سقف للأرباح ومكافحة الغلاء مع انخفاض أسعار النفط عالميا. في النشاط الدبلوماسي، التقى رئيس سلام وفدا برلمانيا من لجنة العلاقات اللبنانية اللاتفية في جمهورية لاتفيا برئاسة رئيس اللجنة حسام أبو مري، واجتمع رئيس الحكومة إلى سفير اندونيسيا ديماس سامودرا رام في زيارة وداعية. في السرايا، وفد من عائلة كرامي في زيارة شكر على تعزية سلام بوفاة الرئيس الراحل عمر كرامي، وضم الوفد الوزير السابق فيصل عمر كرامي. من الزوار، الوزير السابق عدنان منصور، جمعية متخرجي المقاصد، رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، رئيس مجلس إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي دكتور فيصل شتيلة.
وزير السياحة ميشيل فرعون دعا بعد اجتماع كتلة نواب بيروت إلى الإسراع في تسليح الجيش ليتمكن من أداء مهامه، ووصف ما يحصل في سد جنة بالجريمة الكبرى. طمأن وزير السياحة ميشيل فرعون إلى الوضع الأمني في رأس بعلبك واصفا إياه بالمحصن، وشدد بعد اجتماع كتلة نواب بيروت إلى الإسراع في تسليح الجيش ليتمكن من أداء مهامه، كذلك ضرورة تحسين وضع الأهالي الذين يتحملون هذه التهديدات. اتصالاتنا دائمة مع قائد الجيش ومدير المخابرات والمسؤولين عن الأجهزة الأمنية لنطمن، وطمنونا أن الوضع على الصعيد العسكري هو محصن، مع أكيد ضرورة أيضا يعني نحيي الأهالي هنيك اللي كمان عم بيتعرضوا لهواجس وضغوطات هائلة. فرعون تطرق أيضا إلى ملف مرفأ بيروت والوضع الحالي فيه، معتبرا أن مسألة هدم الحوض الرابع مشروع استراتيجي، مؤكدا أن هذا المشروع ليس طائفيا مسيحيا. هل ردم هو مشروع استراتيجي؟ ليش؟ لأنه ما بقى في إمكانية لقور بيروت يستوعب الجنرال كارغو من هون لسنتين ثلاثة. هلا بالإضافة أنه تيرمينال كونتينر بيسمح أنه يكون في شغل على 24 ساعة للكونتينرز، وبيجوا الكاميونات اللي بيشتغلوا 6 ساعات بياخدوا بنهار الكاميونات هني للسوق المحلي، وتيرمينال الكونتينر عم بيضل يشتغل. وعن سد جنة دعا فرعون لإعادة درس مشروعه بطريقة جدية، فجنة منطقة بيئية وما يحصل في السد جريمة كبرى، إذ أن هناك 400 ألف شجرة ستقطع في وادي أدونيس في نهر إبراهيم، وذلك على الرغم من تطمينات وزارة البيئة كما قال فرعون. حزب الكتائب يرى أن أحداث رأس بعلبك تشكل حلقة خبيثة في مسار الإمارة الإسلامية، ويدعو لضبط الحدود وانتخاب رئيس وملء الشغور في سدة الرئاسة الأولى، ويجدد تعزيه للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا. إن أحداث منطقة رأس بعلبك تشكل حلقة خبيثة في مسار الإمارة الإسلامية، كلفت المؤسسة العسكرية شهداء أبطالا التحقوا بقافلة طويلة من رفاقهم، وهي فرع من أصل عنوانه جذب لبنان إلى أرض المعركة في سوريا من خلال خلق وقائع ميدانية جديدة على الحدود الشرقية. الوزير أشرف ريفي انتقد محاولة حزب الله إعادة إحياء معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي أسقطها البيان الوزاري، ووصفها بمحاولة للتذكي والاختباء وراء المؤسسات العسكرية والأمنية وتدفيعها ثمن سياسة المغامرات والتبعية للنفوذ الإيراني التي أدت إلى توريط لبنان في الأحداث السورية، ولا تزال مشددا على ضرورة التمسك بالدولة. أبو بهاء شهيد آخر، والتحقيقات والمتابعات الأمنية والقضائية متواصلة لمعرفة مطلق النار على المؤهل الأول في شعبة المعلومات غسان عجاج في مرياطة قضاء زغرتة. أبو بهاء كان يعشق الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومن اغتاله بالطبع تنظيم إرهابي، خصوصا أن المؤهل الأول في شعبة المعلومات كان قبل استشهاده قد شارك في عمليات أمنية أثمرت ضبطا لإرهابيين. عثر على مسؤول شعبة المعلومات في منطقة مرياطة قضاء زغرتة المؤهل الأول غسان خلد عجاج جثة هامدة داخل سيارته أمام منزله، وتبين أنه مصاب بطلق ناري في الرأس، وقد ضربت القوى الأمنية طوقا أمنيا حول مسرح الجريمة فيما بوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وملاحقة المسؤولين. أحلى أنسان مرياطة كل ما حدا عليه كلمة، مرياطة كلها كل العالم كبير بتحبه، ما عليه أقسام ولا عم بكره، الدنيا كلها بتحبها مرياطة. المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبلدة مرياطة في زغرتة شيعتا عجاج في مات من حاشد حضره أمسرية درك زغرتة العميد مروان سلالاتي ممثلا اللواء إبراهيم بصبوص وعدد من الشخصيات الأمنية، وأدت ثلة من عناصر قوى الأمن الداخلي التحية للجثمان، وعزفت موسيقى قوى الأمن الداخلي لحن الموت، وألقى سلالاتي كلمة قال فيها إنما من منطق يبرر هذه الجريمة ولا معنى يفسر وحشيتها، وهذا ما يدفعنا لكشف مرتكبها وسوقه إلى القضاء. في بشمون حادث سير مروع تسببت به شاحنة محملة بالأتربة اجتاحت أكثر من 15 سيارة. من يرى هذا المشهد لا يصدق أن حصيلة هذا الحادث توقفت عند الجرحى الثلاث.
الوهلة هنا فاقت الوصف وفق شهود عيان عاشوا اللحظة الرهيبة، لكن العناية الإلهية أنقذتهم من شر كاد يكون محتما. في التفاصيل أن شاحنة محملة بالأتربة فقد سائقها وهو سوري الجنسية السيطرة عليها بالكامل، لتبدأ باجتياح أكثر من 15 سيارة كانت أمامها وفي الطريق المقابل لها لدى وصولها إلى محاذاة محطة ممني للمحروقات على طريق بشامون اليهودية. ونتيجة حمولتها ازدادت سرعتها حتى بلغت ساحة المدارس، حيث اصطدمت بعدد من السيارات قبل أن تكمل طريقها لتستقر فوق دراجة نارية نجا صاحبها بإعجوبة أمام مجمع أم بي التجاري. هلا كان نازل هو كم يوم من فوق تقريبا، يعني من عيتات وهو نازل حد محطة الجواري، تحت محطة الجواري شوي فلت معه الدبرياج بيكون إيه يمكن ما عادش يعلق معه لفين، ضلوا نازل هو نازل من هناك عم بشيل سيارات يعني لوصل لحديتهم. أنا كنت على الموتوسيكل إنه طالع، أم هو إجا مع قبيلة أم نطيت عن الموتوسيكل، يعني فيها ثواني بقولك كنت صرت مطرح الموتوسيكل. موتوسيكلك وين هلا؟ قد يكون هذا الحادث اليوم مر على خير مكتفيا بالأضرار المادية، ما يفتح الباب واسعا أمام توقيت سير الشاحنات والقوانين التي من شأنها أن تحمي المواطن من خطرها وتحفظ حسن سير عمل الشاحنات. أعلنت قيادة الجيش أنه في إطار ملاحقة المطلوبين والمشبوهين أوقفت فجر اليوم في محلة حارة حريك السوري محمد إبراهيم يوسف، وذلك للاشتباه في انتمائه إلى أحد التنظيمات الإرهابية ومشاركته في أعمال إرهابية على الحدود اللبنانية السورية، وقد تم تسليم الموقوف إلى المرجع المختص لإجراء اللازم. أعطى وزير المال علي حسن خليل الإذن للنيابة العامة المالية بملاحقة 9 موظفين بينهم 3 من أمناء السجل العقاري ورؤساء مكاتب وسمسار، وذلك للاشتباه بارتكابهم جرما جزائيا. ومن جهة ثانية أحال الوزير خليل إلى النيابة العامة التمييزية ملف متعلق بإدخال كمية كبيرة من الريدس المجلد إلى الأسواق اللبنانية والتصرف بها بشكل مخالف للأصول القانونية بعد التأكد من مخالفتين، الأولى تتعلق بفساد البضاعة واحتوائها على الجرافيم وفق الإفادة الصادرة عن مصلحة الأبحاث، والثانية كمصدر هدر في الأموال العامة والتهرب من دفع الرسوم. وطلب خليل التحقيق مع المسؤولين عن هذا الملف في الجمارك والذين قصروا أو شاركوا في تغطية هذه العملية من جهة، ومع صاحب العلاقة الذي تصرف بالبضاعة دون التزامه بالتعهدات الموقعة منه. وطلب خليل من جهة أخرى إجراء تحقيق داخلي في إدارة الجمارك حول كل المقصرين ومحاولتهم تغطية المخالفة وحصر أمر المخالفة بالغرامة المالية. وإلى شريط من الأخبار الوزارية. وزير الداخلية نهاد المشنوق عرض مع وزير العمل سجعان أزي الأوضاع العامة والوضع القانوني للعاملين السوريين في لبنان، وأكد قصدي أن سمات الدخول لا تخول السوري العمل في لبنان. كما التقى المشنوق رئيسة البعثة الدبلوماسية لمملكة السويد. وزير العدل لواء أشرف ليفي استقبل في مكتبه في الوزارة رئيس منظمة كاريتاس لاب بول كرم، حيث تم توقيع اتفاقية بين الوزارة والمؤسسة تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر. وشدد ريفي على ضرورة حماية الضحية مهما كان لونها وعرقها، مؤكدا مد اليد لكل الجمعيات نظيفة السمعة للعمل معها، وأعلن أن العمل مع كاريتاس مجاني ومن دون أي مقابل مادي. وزير الطاقة أرتيو نظريان عرض مع سفير مصر محمد بدر الدين زايد مجمل التطورات على الساحة الداخلية والعلاقات بين البلدين فضلا عن أوضاع المنطقة. وزير السياحة ميشيل فرعون افتتح معرضا لصور من أرشيف الوزارة في فندق لوغري بحضور السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي، ويتضمن المعرض 26 صورة فوتوغرافية أحيت ذاكرة لبنان في ستينات القرن الماضي تحت عنوان بيروت إن موشن. ما هو أثر تراجع سعر اليورو على الاقتصاد اللبناني؟ التفاصيل في الفقرة الاقتصادية. انتخابات اليونان هو الحدث الأبرز عالميا اليوم، ما أثر ذلك على أسعار اليورو وعلى الاقتصاد اللبناني؟ دكتور غازي وزني حضرتك محلل اقتصادي، اليوم ما أثر ذلك على الاستيراد وعلى أسعار اليورو في لبنان؟ من أول تأثيرات على الاقتصاد اللبناني فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين لبنان ومنطقة اليورو، أن لبنان بيستورد من منطقة اليورو تقريبا 30% من حجم استيراده، يعني تقريبا 6 مليار دولار، بس ينخفض سعر اليورو بين 10 و 12%، يعني تقريبا فاتورة الاستيراد
عم تتراجع بين 600 و700 مليون دولار سنويا، وهذا إلا التداعيات وانعكاسات ايجابيه إن على صعيد الميزان المدفوعات او على صعيد الاستقرار النقدي. والثاني شيء فيما يتعلق بالصادرات اللبنانيه الى منطقه اليورو هي ضعيفه، هي تمثل اقل من 5% من الصادرات اجمالي الصادرات بلبنان، يعني عم بتمثل تقريبا اقل من 200 مليون دولار، وهيدي ما لهاش تاثيرات كثيره انخفض سعر اليورو، لانه السلع يلي لبنان بيصدرها لهونيك هي قابله عندها القدره التنافسيه مع الخارج، لانه هي اكثريتها صناعه غذائيه، لانه هيك ما بتاثر على الصادرات، تاثيرات بيكون على التبادل التجاري، التاثيرات على السياحه، وثالث تاثيرات فيما يتعلق بالتضخم، لانه لبنان بس عم يستورد تقريبا 30% من سلعه من منطقه اليورو، يعني الى انخفاض الاسعار، وهيدي يفترض تنعكس في لبنان، وخاصه فيما يتعلق مثلا بالسيارات وما ذلك، ولكن هذا رح يحتاج للوقت. اليوم في موضوع النفط، اسعار النفط اليوم تراجعت، البعض يقول انه لبنان خاسر، والبعض الاخر يقول انه لبنان رابح، يعني اليوم حضرتك كمحلل اقتصادي شو رايك؟ هلا فيما يتعلق بأسعار النفط عالميا، اول من نروح من منطلق المبدأ العالمي انه البلد المنتج هو اللي خسران، يعني كل الدول اللي بتنتج النفط عالميا هي خسرانة، وكل الدول اللي تستهلك النفط هي ربحانة، هيدا المبدأ العام. ثاني شيء فيما يتعلق بالخسارة او الربح في لبنان، الخسارة لبنان اللي الناس متخوفين منها او الاقتصاديين متخوفين منها او المحللين متخوفين منها ان تكون الخسارة على المدى المتوسط والبعيد، انه في عدد كبير جدا من اللبنانيين، يعني تقريبا 500,000 لبناني يشتغلون ويعملون في الدول المنتجة للنفط، انه تؤدي على المدى المتوسط والبعيد، يعني سنتين ثلاث اربع خمسة، انه تأثر على مداخيلهم وعلى ارباحهم وعلى مواردهم، هيدي بتأثر تلقائيا على تحويلاتهم الى لبنان. لبنان بتوصل التحويلات السنوية الى لبنان بين 7.5 مليار دولار و 8 مليار، انه تأثر بس هيدا على المدى المتوسط والبعيد. اما فيما يتعلق على المدى المباشر والمنظور هو بكل ايجابيات، انا اول ايجابية بنلاحظها فيما يتعلق بالفاتورة النفطية. اليوم الدولة اللبنانية كيف يمكن ان تستفيد من هذا الموضوع باختصار؟ الدولة بتستفيد اذا لعبت الدولة الرقابة الفعلة وما سيرت بالموضوع، يعني مفروض عليها تفرض فرض، هي دولة عندها السلطة بالموضوع، انه باللقاءات النقابات العلاقات بهذا الاطار من ناحيه اللقاءات النقل او نقابات المتعلقه بالرغيف والخبز والنقابات المتعلقه بالصناعه اللبنانيه، انه يكون لها راي بهالموضوع وتلعب دور الرقابه المتشدد بالموضوع. قبل التوقف مع الإعلام نشير إلى أن الجيش صادر عبوة معدل للتفجير وأربع قذائف وصاروخ بعد توقيف سوريين في منطقة زغرتا كرمتين. المزيد من الأخبار بعد الفاصل. مشهد ضبابي في اليمن ومحادثات في الجنوب تمهيدا لإعلان الانفصال. يبدو أن الأزمة السياسية الحادة التي تعصف في الشمال جراء اجتياح الحوثيين لصنعاء ومناطق أخرى دفعت إلى تضييق هوة الخلاف بين التيارات والأحزاب السياسية الفاعلة في جنوب اليمن التي كانت منقسمة بشأن مصير الجنوب. فمنذ استقالة عبد الرب منصور هادي الخميس الماضي تعقد هذه التيارات محادثات مكثفة في عدن بهدف العمل على توحيد جهودها تمهيدا لإعلان الانفصال. هذه التحركات تثير المخاوف من إعلان هادي دولة الجنوب، فقد ذهب البعض هناك إلى القول إن الحوثيين يصرون على فرض الإقامة الجبرية على هادي الذي يتحدر من الجنوب وتحديدا من محافظة أبين، وكذلك على الوزراء الجنوبيين لمنعهم من التوجه إلى عدن وإعلان دولة الجنوب. ويقول مراقبون أن هادي المحاصر في منزله في صنعاء سيحاول العودة إلى عدن لإعلان الدولة المرتقبة بعد أن ضاق درعا بالخلافات والنزاعات في الشمال. والله الأوضاع للأسف من سيء إلى أسوأ، الثورة السياسية مش مبشرة، اليوم تعطل جلسة مجلس النواب، الوضع غائم تماما، ما فيش أي بارقة أمل. إلى ذلك لفت إعلان السفارة الأمريكية في اليمن إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر في وقت يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته المرتقبة إلى الرياض الثلاثاء مناقشة الحرب على الإرهاب والأزمة اليمنية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
في روسيا بدأ منتدى موسكو بين ممثلي النظام السوري والمعارضة الذي يمتد حتى 29 من الشهر الجاري بغياب شخصيات بارزة من المعارضة رفضت المشاركة، وفي مقدمها الائتلاف السوري الذي اعتبر أن روسيا ليست طرفا محايدا في النزاع وتمسك بمطلبه بالتفاوض على تنحي الرئيس بشار الأسد. ومثل سوريا مبعوثها لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري على رأس وفد في المحادثات التي رأسها مدير معهد الاستشراف التابع لأكاديمية العلوم الروسية في نومكين الذي حدد أهدافا متواضعة للمبادرة الروسية، مشيرا إلى أنه سيعتبرها ناجحة إذا اتفق الجانبان على الاجتماع مرة أخرى. وبدأت المحادثات بلقاء جمع شخصيات المعارضة قبل أن ينضم الوفد الحكومي إلى اللقاء. وإلى التطورات الأمنية، القوات الكردية تطرد مقاتلي داعش من كوباني، وغارات التحالف متواصلة على سوريا والعراق، والأسد يهاجم أردوغان. في وقت اندلعت الاشتباكات العنيفة عند معبر باب الهوى على الحدود التركية السورية بين المسلحين السوريين الذين يسيطرون على المعبر من الجهة السورية والجيش التركي بسبب منع السلطات التركية دخول الجرحى السوريين إلى تركيا، وصل إلى القاهرة مبعوث سوري رسمي للقاء مسؤولين مصريين كبار. في هذا الوقت دعا تنظيم داعش إلى هجمات جديدة في الغرب بعد اعتداءات فرنسا. في غضون ذلك سقط عدد من الصواريخ على أحياء متفرقة من اللاذقية اليوم، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات. واليوم أعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة شنت 21 ضربة جوية في سوريا و13 ضربة في العراق خلال 24 ساعة الماضية، ومعظم هذه الضربات تركزت على كوباني والموصل وتل عفر وحديثة والفلوجة. والبارز اليوم كانت المعلومات عن أن قوات الحماية الكردية سيطرت على 90% من كوباني بعد اشتباكات عنيفة مع داعش. وفي المواقف اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن تركيا مسؤولة عن دعم الإرهاب لأن أردوغان يعتنق إيديولوجيا الإخوان بحسب تعبيره. المغني العالمي ديميس روسوس صاحب الصوت الكنسي الكاتدرالي في ذمة الله. توفي أسطورة الغناء اليوناني ديميس روسوس عن عمر يناهز 68 عاما ليلة السبت الأحد في مستشفى خاص في أثينا بعدما أمضى فيها فترة طويلة. روسوس صاحب الصوت القوي والنبرة الخاصة التي ميزته عن سائر المغنين وعطته شهرته الواسعة، ولد في 15 حزيران العام 1946 في الإسكندرية في مصر من أب يوناني ووالدة مصرية من أصول إيطالية، وانتقل مع عائلته إلى اليونان في أواخر الخمسينات. كان ديميس روسوس في الستينات عضوا في فرقتي أو فايف وذي آيدلز قبل أن يصبح مغنيا في فرقة أفروديت شايلد التي اكتسب معها شهرته في عالم الغناء في العام 1967 محققا نجاحات في فرنسا ودول أوروبية عدة. وبعد تفكك الفرقة انطلق روسوس بمسيرته الفنية منفردا في العام 1971 بأغنية ويشال دانس ليصبح من أشهر الفنانين في فرنسا وأوروبا والعالم بأغنياته Goodbye My Love, Someday Somewhere, Rain and Tears وباع ملايين الأسطوانات. في رصيد روسوس أكثر من 35 ألبوم غنائي كان آخره دمس الذي أطلقه في العام 2009، وكانت زيارته الأخيرة إلى لبنان في صيف 2013 حين أحيا مهرجان إهدينياته. ابتعد في السنوات الأخيرة عن الأضواء، وفي إحدى إطلالاته النادرة قلد وسام جوقة الشرف من سفير فرنسا في أثينا في أيلول 2013. تتويج الكولومبية باولينا فيغا ملكة جمال الكون في المسابقة التي تابعها الملايين حول العالم. توجت ملكة جمال كولومبيا باولينا فيغا بلقب ملكة جمال الكون بعد بلوغها النهائيات إلى جانب ملكات جمال الولايات المتحدة وجامايكا وأوكرانيا وهولندا.
وقد تنافست على لقب 88 مشاركة من مختلف دول العالم، وأقيم الحفل 63 الذي يتابعه الملايين حول العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا في فلوريدا داخل منتجع دورال ميامي، بعدما أمضت المتسابقات حوالي 3 أسابيع شاركنا خلالها في عدد كبير من النشاطات السياحية البيئية الاجتماعية والترفيهية. وقد بدأت المنافسة الرسمية مساء الأربعاء وتأهلت إلى المرحلة شبه النهائية 14 مرشحة أخرى من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا والهند وإندونيسيا وإيطاليا وجامايكا وهولندا والفلبين وأوكرانيا وفنزويلا. وسلمت ملكة جمال الكون السابقة الفنزويلية جابرييلا إسلر التاج المصنوع من التوباز والمرصع بالياقوت ويبلغ ثمنه 300,000 دولار للملكة الجديدة البالغة من العمر 22 عاما، وهي حفيدة مغني الأوبرا جاستون فيغا وتعمل كعارضة أزياء وطالبة في العلوم التجارية. وقد تمايلت المشاركات في المسابقة من بينهن اللبنانية سالي جريج على خشبة العرض مرتديات أزياء براقة وفساتين سهرة وملابس سباحة، وقد نالت لقب وصيفة ملكة جمال الكون الأمريكية نيا سانشير الحاصلة على الحزام الأسود من الدرجة الرابعة في رياضة التايكواندو. إلى هنا تنتهي نشرتنا بيير، وأنا نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء في تمام 11:30 من هذا المساء. إلى اللقاء.